بحيرة بايكل وأساطيرها القديمة. تعد بحيرة بايكل التي تكونت قبل 25 مليون عام الأقدم والأعمق في العالم، حيث يصل عمقها ل 1642 مترا، وتضم أكبر حجم للمياه العذبة السطحية في العالم. يبلغ طول البحيرة حوالي 395 مل، ومتوسط عرضها 3 أميال، ويصب فيها 336 نهرا، وهي مدرجة منذ عام 1996 على لائحة التراث العالمي ليونسكو. وبالرغم من مصب 336 نهرا، إلا أن هناك نهرا واحدا فقط يخرج منها، وهو نهر أنغارا. وتجمع بايكل ما لا يقل عن 2600 من مختلف أصناف النباتات والحيوانات، ولا وجود لثلثيها إلا في هذا الحوض المائي العملاق. وتعتبر فقمتيل بايكل هي الممثلة الوحيدة للثدييات فيها، ولا توجد لدى العلماء إلى الآن أي وجهة نظر في كيفية وصول هذا الحيوان إلى البحيرة. أساطير البحيرة. تعددت الأساطير حول كيفية تكون بايكل وعن ما هي اسمها، فقال البعض أن الأرض اهتزت بقوة منذ زمن بعيد، فنشأ شق عملاق اشتعلت فيه نيران حرقت كل ما في الجوار، فطلب السكان الأصليون وقتها من آلهتهم وقف المصيبة، لكن دون فائدة، فبدأ بعدها الناس يصرخون بايكل، ما يعني أيتها النار توقفي، فخمدت، فنشأ ما كانوا شق غور عميق امتلأ بالماء، ومنذ ذلك الحين أطلق عليها اسم بايكل. وتقول أسطورة أخرى أن ثمة غابة برية كانت تقع حيث تتضجع الآن بحيرة بايكل، وقد عاش فيها طائر النار الذي يستطيع أن يحول صخرة كبيرة إلى غبار بضربة واحدة من جناحه، وكان الناس مرعوبين منه، فلجأوا إلى بطل شجاع من قومهم، فصنع قوسا من 100 شجرة وسهاما من 200 شجرة صغيرة، وحين ضرب الطائر بسهامه تطايرت النيران والتهمت سطح الأرض وكادت تقضي على غابات تايغا، فصاح الناس المذعورون بايكل بايكل. وبحسب الرواية فإن كلمة بايكل باللغة المحلية القديمة كانت تعني الماء، وفجأة رأوا ماء يخترق النيران، فنشأت تلك البحيرة العظمى، ولا تزال شواطئ بايكل تتباعد بنحو سنتيمترين سنويا، وهي الظاهرة نفسها التي شهدها المحيط الأطلسي حين تكون بانفصال شواطئه. وبدلا من التقدم في العمر والموت كما هي الحال بالنسبة إلى معظم البحيرات في العالم، يمكن لبايكل أن تنمو أكثر فأكثر لتصبح محيطا جديدا في العالم وفق ما يعتقد العلماء، وسيكون بإمكانها أن تتوسع وتزداد عمقا، وأن تحمل ما يشبه الأمواج العاتية.